كابتن عمرو يعني لغايه دلوقتي ما شفناش نادي كده التارجت بتاعه الجزئيه اللي بتكلم عليها، هو نادي التارجت بتاعه يكون متواجد في الدوري المصري مش عايز ينزل، وفي نفس الوقت ما عندوش امكانيات اللي ينافس على المربع الذهبي. ليه ما يكونش هذه الانديه وانا بتكلم ما بين قوسين كده على الانديه الشعبيه، يعني الانديه الشعبيه زي الاسماعيلي بيعاني بقاله سنوات، الاتحاد السكندري بدا الموسم كويس لكن ما بينافسش على بطوله، تتكلم على نادي المصري في فتره من الفترات كان متواجد ولكن مش بصفه مستمره. لو الانديه الشعبيه دي اشتغلت على الجزئيه ديت ان احنا بنعظم مواردنا من خلال عمليه الريسيل بتاعه اللعيبه، وانت لسه قايل لي موقف يعني او مثل مهم جدا لما بلولو لاعب النادي الاتحاد القيمه التسويقيه بتاعته عليت، فليه ما يكونش بعض الانديه كده تشتغل على الملف ده ان هو خلاص سنتين ثلاثه اللي جايين احنا عندنا هذا الملف، عايزين نعظم مواردنا بشكل كبير جدا عشان الخطوه اللي بعديها يبدا عمليه المنافسه. بص يا كابتن هاني، يمكن الكابتن فتحي قسم الدوري ال 18 لثلاث ملفات، الجزء الامامي والمنتصف والجزء اللي بيصارع في الحته بتاعت الهبوط. لو احنا فكرنا في كل نادي بيجيب لعيب اللي يخصه، لو رجعنا بالزمن ان المقاولين لما فكر في اوتاكا كان جاي من الاسماعيلي، الامور الماليه الداخليه هتعلي الموارد دي، هتعلي الموارد اللي موجوده، يعني حتى لو انا ما احترفتش في حته كبيره لو ما خرجتش بلعب منتخب بلدي. مظبوط. يعني وانت موجود في ناديك في مصر مثلا سيف الجزيري المسلوسي بيلعبوا المنتخب بتاع تونس موجودين، دي بتعلي القيمة التسويقية أما بتلعب في بطولة أمم أو بتلعب في كأس العرب وأنت بتتحرك في الحتة دي. صحيح. وأنت موجود في مصر لو أنا ما جبتش مبلغ كويس للأندية الستة الأماميين بلفت نظر الأوائل الاثنين والثلاثة الأولانيين اللي فوق. شفنا مثلا لعيب مصري سعره ولافت الأنظار من نادي النصر راح بيراميدز ب 80 مليون إسلام عيسى. احنا بندي ارقام باسماء لعيبه في النادي الاهلي بياخد لعيبه احتياجاته بعد رؤيه واثنين وثلاثه، هل هو ده هيكمل وهيعمل الفجوه او اللي هيعمل اسف هيعمل الفرق في ادائه مع لعيبه النادي الاهلي، وفي نفس الوقت لو ما استفدتش منه داخل النادي سنه واثنين مجرد انك بعته يبقى القيمه التسويقيه الاستثمار الرياضي اللي احنا شايفينه دلوقتي اللي بتعمله السعوديه في الست فرق الاوائل وبيشتروا 8 لعيبه في النصر وست لعيبه في الاتحاد واهلي، بنشوف لعيبه كلهم كانوا نجوم العالم. احنا شفنا موقف بيتقال من اسبوع قبل البطوله العربيه ان امبابي رايح وبمبلغ بينا مستغربين المبلغ 700 ده مليون 700 مليون في السنه وهو في كان هياخد 300 لما يمضي، يعني مليار مليار وبعدين كان خلال مليار وبعدين هيقعد سنه يعني مش اكتر من سنه، وعرضوا كمان السنه دي 12 شهر زي اللي احنا عارفينها. 12 شهر فخلي بالك كمان يا عمرو هو عايز يروح ريال مدريد، فهو راح لريال مدريد قال لهم كمان خلوا لنا امبابي هنتعاقد معاه وخلال سنه هيجي لكم وكمان هنغطي مصاريفه او مرتبه للسنه اللي هيكون موجود فيها معاكم، يعني السنه بتاعت السعوديه هم هيغطوها والسنه بتاعت السنه بتاعت ريال مدريد كمان هيغطوها. فكان ديل كده كان ديل كبير، لكن خلينا نتكلم على ظروفنا احنا. احنا زي ما بقول لك الانديه اللي ممكن تستفيد من الجزئيه ديت عندنا انديه كثيره عندها القدره انها تشتري مش بارقام كبيره، ولكن عندها لو عندها القدره انها تجيب لعيبه مميزه واللعيبه دي تسمع شويه، حتى انت بتتكلم على انتقالات داخليه ماشي، لكن انا بتكلم على انتقال انت جايبه بدولار تسوقه بدولار مع مكسب كبير جدا، وبالتالي دي سياسه متواجده في اوروبا في انديه كثيره جدا جدا جدا. ده استثمار رياضي يا كابتن هاني، انا بفكر في حاجتين، بفكر بالاستفاده منه داخل الملعب في اول سنه، هو بقى شكله والتطور بتاعه هينقلني في حته ثانيه، هيدخل موارد ماليه كبيره، يعني ما بقول له احنا بنتكلم على ده بالذات كمثل مثلا هداف الدوري 16 هدف 31 سنه انجولا، يعني عارفين امكانياته وشغله ولفت انظار كل فرق الدوري، يعقوبه في البنك الاهلي بنك باك ليفت، معظم الانديه ابتدت تفكر ان في احتياجاتها ان احنا محتاجين الراجل ده في المكان ده، جوناثان لعب ساعه ما مصر كانت بتلعب مع الكاميرون كان بيلعب في بطوله الامم باك ليفت موجود في فيوتشر، شفنا اسماء كتيره بس سيد توريف مثلا في بيراميدز يعني وليد الكارتي وليد يعني فجر رقاي جنوب افريقيا رغم ان هو اكبر فجر رقاي اكبر سنا، فخر الدين بن يوسف يمكن حضرتك عارف يا كابتن وهو في تونس كان حاجه حاله مزبوط. حاله كبيره فيرود بيعرف يجيب جول، هنا في مصر كنا بنشوفه مره موجود مره على الدكه مره بياخد شوط طب خلينا